ديزاين بتاع الكونكشنز عندنا. تعال نبص كده على الويلدد كونكشن. الويلدد كونكشن ما فيهاش تايبس زي البولتد، ما فيش بقى تايب اي ولا تايب بي ولا تايب سي والكلام ده، هو نوع واحد هو اللحام. اللحام بتاعنا احنا نعرف ان فيه، طبعا في المحاضره هتلاقي الدكتور اتكلم في اجزاء نظريه شويه والبروسيس بتاعه واسامي اللحامات المختلفه، برضو المفروض تبقوا عارفينها الى حد ما. بس المهم احنا عندنا كحل، احنا عندنا نوعين من اللحام. اللحام عندنا يا اما فيلت ويلد، يا اما النوع التاني هو بط ويلد. احنا هنركز في مين على اكتر، ومين اللي بيبقى مطلوب منك غالبا في الديزاين ده، يبقى دوت اللي احنا هنركز عليه اكتر في السكشن، وهو دوت اللي بيبقى ليه ديزاين. البط ويلد دوت بيبقى نو تشيك ريكوايرد، لان هو لما بيتلحم بيعمل اكنه الماتيريال بقت وان بارت، فمش محتاج اعمل تشيك عليه، اكنها رجعت حته واحده. يعني انت عندك تو بليتس ولحمتهم بات ويلد، فهو بيضمن لك البات ويلد ان هو بيرجعوا از وان بارت، اكنك ما كانش دي حته ودي حته. عشان كده في البات ويلد هتلاقينا ما بنجيبش سيره خالص ان في تشيك ريكوير. هتلاقي منه نوع اسمه فول بنتريشن وفي نوع اسمه بارشال بنتريشن، فمش هنجيب سيرته اكتر. اللي هنجيب سيرته اكتر واللي علينا مسائل وبنقعد نحل عليه اكتر هو الفيلت ويلد. طبعا ما اقولكش معنى انك ترمي ده خالص، لا، تبقى عارفه برضه كجزء نظري. ممكن الدكتور يسال زي ما بتشوف كده ساعات بيجيب اسئله بسيطه، ايه نظري كده في الامتحان، تبقى عارف ايه انواعه وهو عباره عن ايه، ولو قال لك سكتش مثلا شكله تبقى ايه. الحاجات دي كلها ممكن ترجع ليها من المحاضره وتذاكر لك الاجزاء ديت كويس منها. خلينا نركز اكتر على الجزء الحل بتاعنا اللي هو ازاي اعمل ديزاين للفيلت ويلد. الويلد زي ما انتم شفتوا كده، في قعدنا نرسم احنا الاسبوعين اللي فاتوا ازاي نرسم الكونكشن ديت ونوقف مين الاول وبعد كده نعمل ايه، وفي الاخر رسمنا المسامير بتاعتنا. لا، المره دي بقى بدل ما نقعد بقى نجمع الانجلز ديت بالمسامير، هنجمعها بحاجه اسمها الويلد. يعني ايه؟ يعني الراجل هيجي دلوقتي عشان يلحم الممبر دوت او السنجل انجل دوت في الجاسد بليد، هيجي يمشي كده بالالكترود بتاعه اللي انت اكيد بتشوفوه لو انتوا جنبكم او شفت رحت الحداد قبل كده ولا حاجه، او جه عمل لكم حاجه في البيت، هتلاقيه معاه كده الكترود بيقعد يمشي على السطح المشترك ده لحد ما يحصل على شكل اللحام اللي هو ايه، اللي هو بيبقى بارش شويه كده. لو احنا قاطعين كده هتلاقي ده، لو ده البليت الافقي وهو بيلحم حاجه راسيه فيه زي الانجل مثلا بالشكل ده، لما بيلحم بالالكترود بيحصل ايه، ان بيحصل عندك حاجه كده بتتكون في الكورنر كده شبه الربع دايره، هي ده الفيلت ويلد. بالنسبه لنا الفيلت ويلد ده ليه سايز، لو انت خدت بقى لو جيت قستها كده هتلاقي في طول كده اللي هو يعتبر الريديوس بتاع السيركل ده، ده بنسميه الايه، هو ده اللي بنوصف فيه اللحام. طيب والطول التاني، الطول التاني بقى اللي هو جوه ايه البورد، اللي هو يفضل ماشي بقى اللي هو عندنا هنا ظاهر في الجاست بليت اللي هو الطول اللي اسمه ال. يبقى انت هتيجي مفروض لكل ممبرز من الممبرز اللي عندنا سواء دبل انجل او سنجل انجل او ستار شيب، نوضح الاطوال اللي المفروض الراجل يلحمها علشان يبقى اللحام دوت يبقى قادر يشيل الشير فورس اللي هتروح له علشان يبقى الكونكشن بتاعتك سيف. يعني انت زي برضه الدكتور يبقى مديك مثلا الممبر ده فيه 10 طن، الممبر ده عليه تنشن مثلا 20 طن، الممبر ده عليه تنشن برضه مثلا 25 طن، الفيرتيكال عليه كومبريشن نفس الكلام. الفورس ديت عايزين ننقلها عن طريق اللحام دوت للجاست بليت من غير ما تعمل اي فيلير، ويبقى اللحام ده سيف مفيش ايه في اي مشكله. طيب اللي بص على المحاضره وفاكر او حضر المحاضره مع الدكتور وركز فيها هتعرف ان هي معادله يتيمه، هي الالاول بتاع اللحام. اللحام عندنا دوت اللي هو الويلدد كونكشن ليه الاول، الالاول بتاعه اللي هو الريزيستنس بتاعته بنسميه يمكن الالاول ده لو احنا بنتكلم على كود وركينج لود، بس احنا عندنا الالتيميت لود فبنتكلم على حاجه المفروض نقول اسمها اكتر ريزيستنس بتاع اللحام اللي هو الريزيستنس، زي ما كده بنقول الام ار البي ار التي ار الحاجات اللي ايه واحنا شغالين في الترم، بنجيب اللي هي فاي في الاف اي. الريزيستنس عندنا بتاعت اللحام هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن 0.4 الاف التيميت في الفاي بتاعت اللحام. يبقى ده الالاوبل، ده اقصى ستريس يقدر يستحمله اللحام. لو انت عديت الرقم دوت يبقى اللحام بتاعك دوت ايه؟ انسيف. يبقى ده ايه؟ الالاوبل او الريزيستنس ستريس بتاعت اللحام. طب ايه هي الاف التيميت؟ الاف التيميت هي الحديد اللي هو فاكرين بقى لما كنا بنقول ستيل 37 كنت انت على طول بتستخدم ايه؟ الاف فيلد بس في الديزاين. لا، احنا عايزين بقى دلوقتي نركز على الاف التيميت مثلا يبقى عندنا 3.6. طب لو هو ستيل 44 الحديد عندنا الاف التيميت 4.4. طب لو هو ستيل 52 هيبقى الاف التيميت عندنا 5 ايه؟
0.2. فعلى حسب الجريد بتاعت الستيل تخلي بالك ان ما تعوضش بالاف التم ييلد. هنا اكتر غلطه بتغلطوها انك ايه، بتبقى متعود انك على طول بتشتغل بالاف ييلد، فتيجي تعوض بالرقم الصغير مش الرقم الكبير. تمام. طيب لو الدكتور في الامتحان مثلا او في الكويز جاب لك مثلا يقول لك الجاست بليد دوت، ساعات بتحصل كتير، يجيب الجاست بليد ده مثلا ستيل 52 والممبر بتاعك اللي هو الدبل انجل اللي هتلحم فيه ستيل مثلا 37، حد يعرف يقول لي اشتغل بان اف التيميت؟ ما انا عندي هنا دي اف التيميت ودي اف التيميت ثانيه، هل الكريتيكال اشتغل بالستيل العالي ولا الستيل الواطي اللي اوطى اللي هو الجريد اقل؟ تفتكروا حد عارف؟ بالظبط. يعني انت الفكره فكر فيها كده، لو انت عوضت هنا ب 3.6 الرقم ده هيطلع قليل فده هيبقى كريتيكال، لو انت عوضت ب 5.2 فانت كده هتسمح بستريس عالي جدا، فممكن يبقى سيف في الجاست بليت وان سيف في الايه؟ في الدبل انجل. فعلشان كده على طول لو الدكتور جاب لك تو جريدز مختلفين بنشتغل، ممكن نيجي نكتب جنبها ان الاف التيميت دي هي الاف التيميت مين؟ المينيموم مش الماكسيموم، لو هم تو جريدز مختلفين بيتلحموا في بعض، وغالبا بتيجي كتير فتخلي بالكم ايه وانتم بتعوضوا في النقطه ديت. ماشي؟ يجيب مثلا الممبر ده ستيل يعكسها اكتر، يخلي لك ده ستيل 52 ويخلي لك الجاست بليت ستيل 37. تمام. فدي اول حاجه عرفناها، ان الريزيستنس بتاع اللحام بتاعنا هو دوت الحاجه اللي تبقى عارفها كده كده بتبقى جيفن، حتى الريزيستنس ده مش هتحفظه، فانت المهم بس تعرف ايه تطلع الطول. طيب لو احنا كده جينا قلنا طيب انا هطلع الطول ازاي يا باشمهندس؟ ما انا هاجي اقول لك، ما انت عارف المعادله بتاعتنا هي عباره عن ايه؟ ستريس بتساوي فورس على اريا. دي الحاجه بقى اللي انت محتاج تستنتجها. طيب انا دلوقتي الاستريس عرفته، ما الاستريس هاجي اعمل له اسيوم ب 5.44 الاف الترا، فانا اقدر اشيل الاستريس ديت كده في الفورمولا بتاعتنا دي واقول ان هو عباره عن 0.5 في 0.4 الاف الترا. طيب الفورس، ما الفورس هتبقى جيفن اللي هي ال 10 طن او ال 2 طن او ال 5 طن اللي هتبقى ماشيه في الممبر. طيب الاريا، الاريا هي اريا اللحام. يعني مثلا تعالوا كده نفكر في حاجه كده، يعني ممكن نيجي نمسح الحاجات دي دلوقتي كده عشان نعرف نشخبط تاني هنا مثلا. تعالوا كده انا دلوقتي مثلا عايز اصمم السنجل انجل ديت اللحام بتاعه. طب تعالوا كده نرسمها في 3 دي عشان نتخيل الراجل هيلحم ازاي. اهو تعالوا كده نرسم دي كده اهو، دي الانجل بتاعتنا والطول بتاعها داخل جوه البورد بتاعتنا بالشكل دي بالشكل ده، وعندنا بعد كده الجاست بليت ممكن نرسمه افقي او راسي مش هتفرق معانا، خلينا نرسمه ايه افقي بالشكل ده، هيبقى في جنبها جاست بليت راسي كده وداخل برضو اللي جوه البورد. الراجل هيجي يلحم ازاي؟ هيجي كده بالالكترود بتاعته يمشي على السطح المشترك ما بين ده اللي هو الحته ديت، هيجي كده اهو بالالكترود يجي يعمل الشكل بتاعه ده ويقعد يلحم الطول ده كله، هيجي هنا يقعد يمشي ويروح جاي رايح جاي لحد ما يحصل على الشكل اللحام اللي هيتكون هنا عندنا. نفس الكلام هيعمله من تحت الانجل، ما هو مش هيلحم من ناحيه واحده، اكيد الانجل ممكن يحصل لها روتيشن ولا حاجه، بنلحم من التو سايدز بتاعت الانجل. فعلشان كده لازم الجاست بليت لازم يبقى ممتد بعد الممبر، ما ينفعش نوقفه عند الليفل بتاع اللور كور الخط بتاعت الانجل، لا بنكمله كمان بحيث ان هو يكفي ان احنا نعرف نلحم الجزئيه اللي تحت دي كمان. طيب اللحام دوت ايه مواصفاته؟ هو الراجل محتاج اللينس، يبقى دوت حاجه من الحاجات اللي احنا المفروض نحددها له. ايه تاني؟ محتاج كمان السايز اللي هو الايه؟ اللي بالنسبه لنا بنسميه الايه عندنا. يبقى احنا بالنسبه لنا اريا اللحام هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ايه؟ الايه في ال. يبقى احنا كده لو جينا شيلنا الاريا ديت بتاعت الويلد هنيجي نقول ان هي عباره عن ايه تحت هنا؟ هي عباره عن الايه في اللينس بتاع اللحام. طيب على حسب بقى، ممكن تلاقي قبل كده برضو في الفورمه مضروب ان، ايه هو الان؟ هو عدد اللحام. ما انت ممكن تلاقي مثلا الانجل دي ملحوم من فوق مره وملحوم من تحت مره، يبقى الان هنا عندنا بواحد. لا طب افرض انا عندي دبل انجل، لو انا عندي دبل انجل هنا جينا رسمناها حتى اهو في دبل انجل في ظهرها مثلا بالشكل ده اللي جوه داخله برضو، هتيجي تلحم فوق هنا، فيبقى انت استخدمت كام سايز لحام عند الاعلى نقطه من الرجل؟ عندك 2. فهنا تخلي بالك ان الان ديت هي النمبر اوف ويلد، يعني هتلاقي على طول عندك في الدبل انجل والستار شيب الان ديت على طول عندك بكام؟ ب2. ليه؟ لان انت اكيد عندك رجلين وعندك ايه من ناحيتين تانيين، فانت هتلحم مرتين من فوق ومرتين من تحت. طب لو انت شغال سنجل انجل الان دي عندك هتبقى بواحد. طيب الفورمولا ديت عشان اعرف اتعامل معاها واللي هتشوفها دلوقتي وهوريكم ان احنا مش هو حاجه لازم تكون حافظها، انت ممكن تستنتجها في الامتحان.
يبقى ال لو انا عايز اجيبه لوحده، انا عايز اجيب اللينس لوحده، اجي اقدر اقول ان اللينس بيساوي ايه؟ بيساوي الفورس فوق على مين؟ على الفاي في 0.4 الاف التيميت في العدد ال ان بتاع اللحام اللي هو السايز بتاعه في الايه بتاعي. يبقى انا لو عارف كل الترم بتاع، انا عارف الفورس ومعايا الفاي ومعايا الاف التيميت ومعايا ال ان، ناقص حاجه وحيده بس هي الايه، هي دي المفروض ان احنا نعمل لها اسيوم. يبقى انا لو معايا كل ده اقدر اقول للراجل يلحم الطول بتاعنا قد ايه. فالموضوع مش صعب، هو في الاخر هي دي الفورمولا اللي انت تبقى ايه، تبقى عارف تعوض فيها. طب خلي بالك من حاجه، اكتشفوا ان الراجل وهو بيلحم ان اول جزء في اللحام واخر جزء في اللحام بيبقى مش افكتيف، بيبقى لسه الالكترود لسه في الاول، ممكن ما يكونش وصل للدرجه الحراره الصحيحه. فبنعتبر ان الجزء دوت والجزء الاولاني من الاول ومن الاخر السايز بتاعنا مش شغال، اللي احنا بنسميه الاس. ممكن معلش نسميها الاس احسن، بلاش الاي دي عشان هتلخبطكم. يعني كل ايه اللي احنا كاتبينها دي هنخليها معلش مكانها اس. يبقى احنا بنوصف اللحام باس في ال، الاي ديت حاجه تانية، بس خلينا ايه عشان نبقى محافظين على نفس الرموز اللي الدكتور بيستخدمها في المحاضره. تمام. يبقى الطول اللي احنا هنطلعه دوت ده ال المفروض الايه الحقيقي، ال اللي هو ايه المفروض الافكتيف زي ما بنسميه. بس انا في الحقيقه مش هخليه يحط الافكتيف. ليه؟ لان انا عارف لما يجي الحمل، لو انا قلت له الحمل 5 سم اول حته منه واخر حته منه مش هتبقى شغال، فانا كده عملت اللحام اقل من اللي انا عايزه، فيبقى يطلع في الاخر انسيف. فعلشان كده لا، بنقوم ايه جايبين في الاخر، بنقوم جايين نقول له ان ال ال اكشوال اللي هو اللي هيتنفذ بقى في الحقيقه هو ال ال افكتيف زائد 2 السايز بتاعنا اللي هو 2 الاس. يبقى نخلي بالنا ان الطول اللي بنطلعه ده مش الطول اللي بيتنفذ، لا احنا بنطلع بنزود كمان فاكتور اوف سيفتي 2 السايز تانيين اس واس، بحيث ان احنا يبقى اللحام كله اللي في الاخر اللي هيتحط هو هيبقى الافكتيف بتاعنا. طب تعالوا كده نبص على الفورمولا، اهي الفورمولا اهي، انتوا بقى تشوفوها بتقعد تحفظها في الامتحان، يوم ما تنساها مش هتعرف تعوض فيها خالص. فانت ممكن تستنتجها، شوف احنا استنتجناها ازاي فوق. فورس اهي فاي اللي هي 0.7 0.4 الاف التيميت في الان في الاس زائد 2 الاس، يبقى ده الاكشوال اللي هو الراجل هيجي ينفذه. فانت يبقى هو كده انت واخد في اعتباراتك الاول حته واخر حته اللي هي هتبقى شغاله بتاعتك. طيب يبقى انا لو عرفت كل حاجه في الفورمولا ديت اقدر اطلع اللينس بتاعنا اللي هو اللينس اللي هيقدر يلحم بيه. تمام. طيب ايه اللي احنا هنا محتاجين نعرفه؟ البوينت 7 عارفينها، لان ديت زي ما احنا قلنا لو هو دبل او ستار شيب هتبقى الان دي على طول عندك باتنين. السايز ديت هنعمل له اسيوم، وهنتكلم ازاي نعمل اسيوم للسايز. طيب تعالوا نبتدي بالاس ديت. الاس ديت هي ايه يا باشمهندسين؟ هي السايز اوف ويلد، دي هي السايز اوف ايه الويلد. طيب ديت من الحاجات اللي انت هتعمل لها اسيوم عشان تعرف تحل. انت عندك تو انونز الاس والال، لازم تعمل اسيوم واحد منهم. احنا بنعمل اسيوم لمين؟ بنعمل اسيوم للاس. طيب هعمل الاسيوم للاس على اساس ايه؟ على اساس حاجه مهمه جدا، انت شوف انت هتلحم ايه في ايه. يعني بمعنى صح، تعالوا كده بالارقام، انا هلحم ديت دبل انجل مثلا 80 في 8، والجاست بليت اللي هلحم فيه دوت التخانه بتاعته 10 مللي يعني سنتي. يبقى انت اول ما تيجي كده عايز تعمل اسيوم للسايز، اكتب الحاجتين اللي انت هتلحمهم في بعض. انا هلحم مين في مين؟ هلحم التخانه اللي هي 0.8 مللي اللي هي بتاعت الانجل في السنتي بتاعت الجاست بليت. شوف انت هتلحم ايه بايه. وبعد كده عايز تعمل اسيوم لمين؟ خد الاقل من دول. يعني بناخد مين دول الاسيوم بتاعنا؟ بناخد المينيمم ما بين الرقمين ده. فتقدر تيجي تقول للدكتور ان السايز اللي هستخدمه في المساله ديت هي 0.8 مللي. فالسايز هتعمل له اسيوم على اساس ايه؟ على اساس التو ممبرز اللي بتعمل لهم كونكشن مع بعض. ما ينفعش السايز بتاعك دوت يبقى اكبر من واحد منهم، ما ينفعش تيجي تقول سنتي. سنتي دوت هيقوم عامل لك مشكله وانت بتلحم في الانجل، لان الانجل تخانتها اقل من السنتي، فهتلاقي اللحام ممكن ياكل الستيل بتاعك. يعني تلاقي بدل ما انت بتلحم الممبر لا ده انت بتقطعه وبتسيحه اكتر. فانت بنحاول نخلي على طول الماكسيمم سايز بتاعنا هو الاقل ما بين التو ممبرز اللي احنا بنعملها. تمام. فدي نقطه برضو مهمه جدا تخلي بالكم منها، ان انت ما ينفعش تاخد اي سايز كده وخلاص. معظم الناس بتعمل اسيوم للسايز، يعني المينيمم عندنا هو 5 مللي. يعني انت ممكن في اي مساله تخش بالمينيمم على طول اللي هو تقريبا 0.5 مللي. فانت اكيد الرقم ده هيبقى اقل من اصغر انجل عندنا، لان احنا اصغر انجل لو انتم فاكرين واحنا بنعمل ديزاين للكومبريشن والتنشن ممبر كنا نقول لك لو الممبر ده ويلدد، لو انتم فاكرين النقطه دي جدا، كنا نقول لك اصغر انجل ينفع تستخدمها هي 45 في ايه
في 5. فواضح كده فعلا ان احنا عمرنا ما هنقل عن تخانه 5 اللي هي كام؟ نص ملي. فالاس اللي ممكن تعمل لها اسيوم على طول هي ايه؟ تخش على طول تعمل اسيوم بنص ملي، هتبقى ضامن ان على طول ان الدنيا عندك ايه؟ هتبقى محققه الريكويرمنت ان هي تكون اقل ما بين تو ممبرز اللي انت بتلحمهم في بعض. يبقى احنا كده في المعادله ديت خلاص الاس حساباتها سهل، انت هتشوف انت بتلحم اف ايه وهتاخد الاس المينيمم، يا اما انت عايز ممكن الدكتور يديها لك جيفن، يا اما انت في الاخر عايز تبقى في السيف سايد ما تقعدش تخش في تفاصيل كتيره، ممكن تعمل لها ان هي على طول ان هي بنص ملي. يبقى احنا كده عرفنا البوينت 7 وعرفنا الان وعرفنا الاس والاف. 5 ملي ولا نص سنتي؟ نص سنتي، معلش كويس يا باشمهندس انك واخد اليونت هنا. يعني انا كاتبها فوق هنا صح بس كتبتها هنا غلط. لا هي صح، نص سنتي او 0.8 ملي، نص سنتي اللي هي توازي 5 ملي. تمام، طب متشكر يا باشمهندس. فهي ديت النقطه، نخلي بالنا بس فعلا ان هي نص سنتي. يعني احنا كده زي ما اتفقنا احنا كل الفورمولاز بنعوض فيها بالطن والسنتي، فانت لو حتى كنت عوضت عنها بنص فهي كانت هتوفي اللي احنا كنا عايزينه في الاخر، مش يمكن انا كتبت بس وصفتها باليونت غلط. تمام، فالسايز هنا هيبقى نص سنتي، ده المينيموم. ينفع يكبر، ينفع يكبر، بس لما يكبر ما يعديش التخانه ما بين التو ممبرز اللي بيلحموا، زي ما احنا وضحنا مثلا هنا كانت دبل انجل 80 مع جاست بليت 10، يبقى هنا ما ينفعش اعدي ال 8 مللي اللي هي توازي 0.8 سنتي. طيب ده كده عرفنا الاس، قلنا الاف التيميت هي هتبقى الاقل لو الدكتور جاب لك تو جريدز مختلفين، يعني الجاست بليت ده 52 وده 37، شوف الاف التيميت الاقل من تو ممبرز كونكتد مع بعض هم دول اللي تشتغل بيها. تمام، طيب زائد 2 الاس تاني، فخلاص يبقى انت من الفورمولا دي تقدر تحسب الفورس بتاعتك، قصدي اللينس بتاعك. اخر حاجه بس هي مين بقى اللي احنا سايبينها فوق دي؟ هي الفورس. يعني انا لحد دلوقتي ما جبتش سيره الفورس دي هجيبها ازاي؟ يبقى احنا دلوقتي لو عرفنا الفورس بتتحسب ازاي يبقى انا كده اقدر اطلع اللينس لاي طول لحام بتاعنا. طب تعالوا نفكر في الاف ديت، الاف دي بتتحسب ازاي؟ ما احنا لو رجعنا للرسمه اللي كنا رسمناها فوق دي اهو، او احنا ممكن نرسمها في حته فاضيه، يعني في تحت في البي دي اف فاضي احسن. تعالوا نرسمها بقى 2 دي، احنا في الاخر مش هنرسم الرسمه دي 3 دي زي ما انتم شفتوا، نرسمها 2 دي. يبقى انا لو جيت هرسم الانجل، الانجل عباره عن كام خط؟ عباره عن خطين تحت دول اللي احنا اتفقنا عليهم اللي هم السيكنس، والخط اللي فوق بيمثل اللي هي اللينس بتاعت الليج بتاعتنا. تمام؟ طيب بعد كده بنحط الجاست بليد بتاعنا، ده طبعا هنحطه على اساس ايه؟ هنحطه على اساس الطول بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبعد كده الممبر بيبقى هنا والممبر مثلا بالشكل ده. يبقى ده هيبقى الجاست بليت مكمل هنا والجاست بليت هنا. طب الدكتور هيجي في الامتحان يقول لك والله يا باشمهندس الفورس في الممبر ديت، هيجي كده يرسم لك الجوينت بتاعتك، يقول لك مثلا جيفن ذات ان الفورس ديت 20 طن، او نسميها اف رمزا للايه؟ ان دي الفورس التوتال اللي على الممبر. طيب وانت صمم اللحام، طب مش انت عارف ان الراجل لما يجي يلحم هيجي يلحم الطول ده؟ يعني انت في الاخر عارف ان ده الطول اللي هيتلحم وده الطول التاني اللي هيتلحم. يبقى انت ممكن تعملها كمساله. يعني ايه مساله؟ انت عارف ان الفورس مفروض على طول ماشيه في السي جي بتاع الممبر، السي جي بتاع الممبر اللي احنا كنا راسمينه في المساله بتاعتنا واحنا بنرسم البولتد كونكشن اللي هي على مسافه اسمها ايه من هنا؟ فاكرينها اللي هي الاكسنتريستي. ده المسافه اللي بتبقى ماشيه فيها، المفروض الفورس ماشيه في سي جي اي قطاع. السي جي عندنا في الدبل انجل او في الستار او في اي شكل عندنا بتبقى ماشيه في على بعد ايه من الرجل، الخطين بتوع الرجل. طيب طيب الفورس دي المفروض هتتنقل للحام ده، يعني في حبه فورس من اللي انت حاططهم دول هتروح لده وفي فورس هتروح لده، يبقى التوتال المفروض اللحام ده زائد اللحام ده يشيل ال 20 طن بتاعتك. فانا لو جيت قلت دي سميتها مثلا اف 1 ودي سميتها اف 2، يبقى المفروض لو احنا كده عايزين نجيب قاعده هنا نيجي نقول المفروض ان الاف 1 فورس اللي هتشيل اللحام بتاع اف 1 زائد الفورس نسبه الفورس هيشيله اللحام 2 المفروض يشيلوا التوتال اللي هي ايه؟ عندنا الاف. طب انا المشكله ان انا معايا الاف بس، طب انا عايز احسب واحد او اثنين. خلاص دي مساله استراكشر، لو احنا جينا قلنا نبسطها لمساله استراكشر انا هاجي احط اهو ده الارتفاع دوت هو ايه يا باشمهندسين؟ هو المسافه ما بين اعلى نقطه واخر نقطه اللي هي ايه عندنا؟ عندنا اللي هي الايه بتاعت رجل الممبر اللي هي بنسميها الايه، اللي هي طول اللينس بتاعت الممبر. لو هي انجل 80 في 80 في 8 يبقى الايه ديت عندك هنا كام؟ اللي هي 8 سنتي مثلا. طيب
مين اللي هيبقى فيه سبورت الحام ليها من هنا اللي هو ال F1 ماسكو، ودوت السبورت التاني اللي هو اللحام اللي هيتلحم من ناحية الرجل دي، يبقى هنيجي نسمي ده مثلا F2 براحتك. ممكن تلاقي الدكتور في المحاضرة مسمي لتحت F1، ده انا مش عايزك تحفظ الفورمولا، لا انت ممكن تستنتجها زي ما انا بستنتجها معاك كده، لان الفورمولا ديت انت المفروض بتستنتجها في الامتحان، مش هتلاقيها جيفن، اللي هتلاقيها جيفن بس هو الحته ديت الفاي في الاف فيلد اللي هي بوينت 4، الاف التيميت في الفاي، غير كده الدكتور هيسيبك تستنتج بقيه الفورمولاز اللي انت شايفها اللي احنا قاعدين بن ايه بنعملها دي. بس استنتاجها مش صعبه، هو كلها في ستريس بيساوي فرصه على ايه، يعني مش صعب انك ايه تاخد دقيقه بالظبط من الامتحان انك تستنتج الفورمولا دي. منها برضو ازاي تحسب F1 و F2، هو هيسيبك براحتك انت اللي ايه تطلع. فعايزين نشوف ازاي نحسب F1 و F2. طيب مش دي كده لو انا جبت لك مسألة كده في الامتحان في اولى مدني او بقى في تانية، والدكتور جاب لكم مسألة كده فورس قيمتها 20 طن بتعمل ابلاينج على طول عند نقطة معينة وهي كاميرا سيمبلي سبورتد، عايزين نعرف رياكشن السبورت ده بكام وسبورت رياكشن ده بكام. طيب هتيجي تقول لي يا باشمهندس طب ال 20 طن ديت او الفورس اللي ممكن نسميها هنا بقى نخليها نمسحها خالص احسن ونخليها بالرموز، وبعد كده يبقى نعوض بالارقام دي الاف بتاعتنا. طيب الاف ديت على مسافه قد ايه من الرجل؟ احنا عارفين طبعا دي من الجداول وكنا اشتغلنا بيها الاسبوع اللي فات في الرسم ان هي دي الاي بتاعتنا. خلاص هتيجي تقول لي يا باشمهندس انا والله هاجي اقف عند النقطه ديت واخد مومنت، المومنت دوت سميشن المومنت بتساوي زيرو، يبقى هاجي اقول ان الاف 1 في المسافه اللي هي الاي كلها مفروض تساوي الفورس اللي هي الاف توتال ديت في انهي مسافه، في المسافه اللي هي اسمها ايه دي اللي هي عندنا هنا اسمها الاي. يبقى انا لو جبت الاف 1 ديت عايز اجيبها في جنب لوحدها، هاجي اقول ان الاف 1 بتساوي الاف في الاكسنتريستي في على الاي بتاعتنا، كده احصل على نسبه اف 1. طيب عايز اجيب اف 2، ممكن تاخد سميشن المومنت من الناحيه الثانيه بس ملهاش لازمه خلاص، انت ممكن تيجي تعمل ايه تقول اف 2 هي بتساوي مين، هي بتساوي الاف كلها ناقص اف ايه 1. احنا كده كده هنشوف سولفد اكزامبل بالارقام فهتفهموا ان انا بعمل ايه، بس انا عايز لما تشوف السولفد اكزامبل تبقى فاهم هو ليه عمل الشكل ده. طيب تفتكر عشان نسيم بالسنس كده السريع مين هيطلع اكبر، اف 1 ولا اف 2؟ اللحام او الفورس اللي هتروح للحام الاكبر او اللي هتطلع الكومبوننت بتاعتها اكبر، اف 1 ولا اف 2؟ اف 1. اف 1 ازاي؟ انت دلوقتي لو انت دلوقتي تعالى كده ايه نرسمها، يمكن عشان هي بس مرسومه افقيه ممكن تكون ملخبطاك. انا دلوقتي عندي فورس هنا وعايز احسب الرياكشن ده والرياكشن ده، تفتكر لما كل ما الفورس تبقى قريبه من ناحيه السبورت ده تبقى مين اللي هيبقى اكبر، اللي بعيد ولا اللي قريب منها؟ يبقى مين؟ يبقى اللازق فيها. يبقى انت على طول خلي بالك كده في الامتحان وانت شغال لازم تلاقي ان الفورس اللي ظهرت الكبيره هي الفورس اللي ناحيه الرجل اللي هي ناحيه الخطين. ليه؟ لان هي لازقه في السنتر لاين، فهي ال 20 طن ديت لو احنا كده واحد جه عايز يقول لك انا عايز اقسمها بعينيا كده مش قادر احسبها، خلاص انا اقول لك ممكن على الاقل 12 طن او 13 طن تروح ل اف 2 وواحد باقي السبعه الطن الباقيين يروحوا ليه؟ لان انت لازم زي بالظبط كده لما تكون انت واقف فوق الكاميرا فوزنك كله هيروح فوق الكاميرا، كل ما تبقى قريب من الكاميرا دي كل ما وزنك هيروح لايه؟ ناحيه السبورت ده. طبعا كل ما تبقى في النص كل ما تلاقي الحمل بيروح بالنص هنا والنص هنا، فطبعا احنا عندنا الانجل الاكسنتريستي بتاعتها بتبقى قريبه من ناحيه الليج، فعلى طول كده خلي بالك ان الاف 2 هتطلع اكبر، او مش اف 2 يعني اللحام، انا مش عايز اسميك مسميات لان ممكن الدكتور يكون مسمي ديت اف 1 في المحاضره، فانا مش عايزين نلتزم باف 1 او اف 2، المهم اللحام اللي لازق في الليج اللي جنب الاكسنتريستي بتاعتك هي اللي الاقي فيها ان الفورس بتاعتها اكبر. طيب لما يكون الفورس اكبر مش طبيعي تلاقي مين اللينس الاكبر، هتلاقي اللينس اللي بتحتاجه علشان تطلعه للحام ده المفروض يطلع اكبر من اللينس اللي هتحتاجه للينس اللي فوق. ليه؟ لان انت عندك الفورس اللي فوق صغيره فهتحتاج لينس اصغر، الفورس دي طبعا عشان هي اكبر فانت هتحتاج لينس ايه اطول منها. تمام، فعشان كده وانت بترسم يعني دي اكتر حاجه بحاسبك عليها، ممكن ما ابصش على الحسابات واجي ابص على الرسم، لو لقيتك راسم من طول اللحام اللي هو ناحيه الليج هو اقصر من ده يبقى انت كده ايه مش فاهم انت عامل ايه. فعلى طول خلي بالك لما تيجي بعد كده حتى ترسم طول اللحام عندك في اللوحه، وهنوضح برضو في السكشن دوت ازاي هنرسم اللحام،
وازاي بنعمل الانديكيشن بتاعه، اجي الاقي على طول ان اللينس الكبير، يعني انا على طول لو لقيت اللينس الكبير دوت اكبر من اللينس ده خلاص انا كده مطمن ان انت حساباتك صح، لان انت اكيد خدت بالك من الفورس رايحه مين اكبر ومين فورس اصغر. عكستهم يبقى انت ايه مش فاهم، او اتلخبطت، او في حاجه غلطه فيتال ميستيك عملتها في النص بوظت لك الحسابات بتاعتك. يبقى احنا كده لو رجعنا للفورمولا بتاعتنا ديت، يبقى انا دلوقتي اقدر احسب اللينس ده اكيوريت بكام. طب هل اللينس دوت لما يطلع اقوم كده الراجل يروح ينفذه كده على طول، ولا في مينيمم برضو؟ فنخلي بالنا ان في مينيمم وفي ماكسيمم لطول اللحام بتاعنا. الماكسيمم غالبا محدش هيوصل له، يعني احنا عندنا المسائل بتاعتنا عمرنا ما نوصل ل 70 الاس، يعني انت اطول طول لحام ينفع تلحمه هو 70 الاس. يعني انت لو فرض مثلا ان طول اللحام بتاعتك نص سنتي، السايز بتاعك نص سنتي، يبقى تضرب 70 في نص، يبقى اطول لينس المفروض تطلعه من الفورمولا هو 35 سنتي. طيب افرض انت طلعت 40 سنتي، هل كده يبقى ان الفورمولا بتاعتك غلط؟ لا عادي، بيعمل ايه؟ يقوم في الحقيقه الراجل يقوم لاحم 35 سنتي ويقوم سايب زي فاصل صغير ويقوم لاحم اللينس بقيته اللي هو عايزه. انت مثلا عايز 40، يقوم لاحم اخر خمسه دول ايه لوحدهم. المهم ما ينفعش ان هو يلحم كونتينوس اكتر من 35 سنتي او اللي احنا بنقول عليها 70 الاس. طيب المينيمم، المينيمم خلي بالك من حاجه، المينيمم مش بتاعت ال اكشوال. احنا لما بنيجي نقارن ال مينيمم بنقارن الافكتيف، يعني قبل ما تجمع الاثنين اس، قبل ما تجمع الاثنين اس كده اطمن ان الترم اللي جوه ده لوحده، شايفين الترم ده هو ده اللي هتشيك عليه مينيمم. المينيمم عندنا كام؟ هو الاقل ما بين حاجتين، يا اما الفور سايز الاس يا اما 50 ملي. برضو ممكن اعمل تشيك من المحاضره ان الدكتور اكد على النقطه ديت، يعني بس ثانيه ادوني دقيقه انا هفتح عندي على الشاشه من محاضره الدكتور اهي. هتطلع الدكتور عامل المينيمم 4 الاس، فينها ايه 4 الاس او 50 ملي. وزي ما قلت لكم بنقارن بنقارن الافكتيف مش بنقارن الاكشوال. يعني انت لما تيجي تقارن ما تستنى على الاثنين اس دول، او اطرح انت الرقم من الاثنين اس عشان تعرف هل هو عدى ال 4 الاس، يعني 4 في سايز اللحام دي مش 45، لا دي 4 في الاس. وايه تاني؟ او ال 50 ملي. 50 ملي يعني انت عشان ما تقعدش تلخبط اللي هي 5 سنتي، يعني احنا في الاخر هتاخد الاقل من التو فاليوز دول. لازم يطلع ان اللحام بتاعتك ما ينفعش يقل عن الرقم ده. لا افرض انت حسبت الحسبه بتاعتك طلع انت محتاج 2 سنتي بس من اللحام، لا يبقى انت هتيجي تشوف مين الاقل من 4 سايز و 50 ال 5 سنتي، وتقوم واخد الطول بتاعك مثلا بالمينيمم اللي هو هيطلع مثلا في الكيس ديت مثلا عندنا اللي هو 5 سنتي. يبقى بس في شويه ريكويرمنت كده تخلي بالكم منها، ومنها الطول المينيمم وطول الماكسيمم. كده كده ما تقلقش من الماكسيمم، يعني انت حتى في الامتحان ما عندكش وقت تشيك عليه مش مشكله ده، بس مين الكريتيكال عندها لا لازم تخلي بالك من المينيمم، فدوت اللي ممكن ما نتغاضاش عنه. بس ممكن نتغاضى شويه عن الماكسيمم لان احنا المسائل بتاعتنا مش هتوصل للاطوال الطويله دي قوي، هتوصل بس ايه في الكريتيكال بتاعنا اللي هو المينيمم. فنخلي بالنا بس في المينيمم انك لازم تعمل تشيك، ما ينفعش تيجي تقول للدكتور في الاخر كده اللحام طالع معايا 2 سم وبوينت 6، طب انت شيكت عليه مينيمم؟ لا لازم تشيك عليه ايه؟ مينيمم. يبقى احنا كده عايزين نعمل سمري للمقدمه اللي احنا عملناها، الانترودكشن اللي في النص ساعه اللي فاتوا دول، ان احنا في الاخر انت عندك فورمولا، هي دي الفورمولا اللي انت المفروض هتعوض فيها. الفورمولا ديت عشان تعرف تعوض فيها لازم تبقى فاهم كل حاجه فيها، منها الفورس وعرفنا ازاي نجيب الفورس، السايز وعرفنا ازاي نعمل له اسيوم، الان وقلنا لو هو دبل او سنجل ازاي تعرف تحددهم، واخر حاجه الاف التيميت ووضحنا لو في اختلاف. وبعد كده قلنا في الاخر ان الفورمولا دي في الاخر لازم تشيك عليها حاجه اسمها مينيمم لينز وماكسيمم ايه لينز. لو انت حققت كل الكلام ده فتاكد ان المساله بتاعتك مش هتاخد منك وقت، يعني كده كده اصلا الويلدد كونكشن ما تاخدش منك وقت، يعني يفضل ان لو كويز جه ويلدد يبقى احسن بكتير ان هو لو جه بولتد معاك. تمام. طيب تعالوا كده ايه نبص على المساله بالارقام، تعالوا نشوف كده ايه المشكله، وبرده فكروني اقول لكم فكره كده في الاخر يمكن تيجي ولا حاجه. طيب تعالوا كده نشوف المساله دي، مساله عاديه اهو. الدكتور قال لك ديزاين الكونكشن ديت برضو اللي احنا صممناها الاسبوع اللي فات، بس صممناها بولتد، مره قال لك صممها از ويلدد كونكشن، وقال لك ان جيفن اللودز ار فاكتورد، وعيش انت ايه وصمم الكلام ده. تمام. طيب جوينت ايه، فين جوينت ايه؟ هو مسمي جوينت ايه على اساس ايه؟ ممبر ايه، ممبر ايه 32 طن. اهو جه هنا بيصمم الممبر ده، ده ال 32 طن اللي هنبتدي بيه.
عايز يصمم اللحام ده. طيب اول حاجه ده دبل انجل ايه 90 في 9 90 في 90 في 9، والجاست بليد مجهولك جيفن في السؤال قيمته كام 10 مللي. قام دخل على طول بدل ما يقعد يشوف بقى مين السايز الاقل، قام دخل عمل اسيوم زي ما احنا قلنا ايه ب 5 مللي، يعني نص نص ايه سنتي. طيب الفورس التوتال كام 32 طن. طيب جاب لي اكسنتريستي ليه؟ علشان يحسب، ما انت دلوقتي انت عارف في الاخر ان الدبل انجل ديت هيبقى فيه رجل، عايزين نحدد طول اللحام اللي هو هيبقى ناحيه الليج وطول اللحام اللي ناحيه الليج البعيده، يبقى احنا محتاجين نحسب الاكسنتريستي علشان نحسب نسبه اف 1 اللي هتروح على ده ونسبه اف 2 اللي هتروح على التاني. طيب بصوا كده بالارقام اهو، فعلا اف 1 طلعت مين؟ اكبر، طلعت 22 طن هيروح على الليج اللي هي لازقه جنب السنتر لاين، والليج الثانيه البعيده هتحس بكام؟ ب 9 طن. المهم التوتال بتاع الرقمين دول لو انت جمعت الرقمين دول على الكالكوليتر يطلع ال 32 طن اللي هي على المنبر توتال. بس حسبت اف 1 وعرفت تحسب اف 2، تقدر تخش تحسب ال اكشوال لكل واحد. ال اكشوال مره هتخش بالفورمولا عن طريق اف 1، ومره ثاني تحسب ال اكشوال بس الايه للفورس اللي هي اف ايه 2. طيب عادي تعالوا نبص كده نشوف هو عوض ازاي. خد الفورس خلاص حسبها اف 1.7 2. ليه هنا 2 يا باشمهندسين؟ لان انتوا لو جينا رسمنا الدبل انجل في 3 دي اهو مثلا، وده الجاست بليت اللي ما بينهم، فهو يلحم من فوق، ما لو هو يلحم من فوق هيلحم يمين الجاست بليت ويلحم شمال الجاست بليت، يعني هو يلحم مرتين فوق لان هو عنده رجلين من فوق. نفس الكلام هو يلحم من تحت، هيلحم مره من يمين الجاست بليت ومره ايه في ظهر الجاست بليت، فهو يلحم فعلا 2 من تحت ويلحم مرتين من فوق، فعلشان كده هو عوض ب2 هنا الان ب2. تمام، طلع الطول ده بكام زائد 2؟ طلع ب23.62، بدل الرقم كبير قوي جدا، فانت اكيد يعني اكيد محقق المينيموم، يعني انت عارفين المينيموم احنا قلنا 5 سم يا اما 4 الاس. 4 الاس يعني تضرب 4 في نص يعني 2 سم او 5 سم، فالكريتيكال هنا 5 سم، ده انت بتطلع طول اللحام 23، يبقى انا كده محقق المينيموم. حتى ممكن تيجي تقول للدكتور ان هو اكبر من ال مينيموم ومفيش خوف منه. طيب طبعا مش هتبقى غلسه قوي لو قلت له 23.6، هو الراجل هنا قربها لاقرب رقم صحيح علشان تبقى سهله تنفيذيا مش اكتر من كده. طيب ال ال اكشوال الثاني طلع بكام؟ ب 9 وربع، طلع برضو ايه قربوا لاقرب رقم صحيح تقريبا 10 سم اللي هي توازي 100 مللي، وهكذا. قعد بقى يصمم منبر 2 ونفس الكلام، طلع الطول هنا مثلا 20 سم وطلع الثاني 9 سم. طيب منبر 3، منبر 3 قعد يحسب فيه نفس الكلام، كان برضو دبل انجل، طلع واحد هنا. ده بصوا خلي بالكم ده مثلا ممكن يطلع كريتيكال، فده لازم تعملوا تشيك على المينيمم. ايه تشيك على ايه؟ يعني تاخد القوس ده الاول كده يا باشمهندس قبل ما تجمع عليه الاثنين الاس وتقارنه، لازم يطلع الاكبر ما بين اقل ما بين الاربعه الاس و5 سنتي. طلع مثلا القوس ده لوحده مثلا بايه؟ ب 4.2، يبقى والاربعه الاس دي ب 2 سنتي ودي ب 5 سم، يبقى انت كده لا اقل من المينيم. يبقى انت تيجي تقول خلاص يوز ال ال اكشوال دي كلها ب 5 سم وتجمع عليه بعد كده الاثنين الاس، يبقى الطول الفاينل بتاعك كام؟ 6 سم اللي هي 60 مللي يعني. فانت تخلي بالك بس لما بتقارن المينيمم بتقارنه بالافكتيف، ما تجمعش عليه الاثنين الاس ايه بتاعتك عشان ما تطلعش ارقام غلط. وهكذا قعد يصمم كل الممبرز دي وطلع اطوال اللحام. طيب ليه بقى طلع كل الكلام ده؟ علشان لما نيجي نرسم الرسمه في الاخر زي ما انتم شايفين كده، الرسمه دلوقتي دي هتتحدد ازاي؟ يعني ممكن حتى استنى نروح نفتح البورد بقى بتاعتنا على الرسمه القديمه نشوف ايه الفرق لو هي بولتد عن ويلد اللي احنا شرحنا عليها بولتد. يعني نجيب بس رسمه الكونكشن ديتيل اوبن، ثانيه هفصل الشير ده وهفتح لكم الشير بتاع الوايت بورد دلوقتي. تمام، دي الرسمه اللي كنا اتفضل ممكن سريع بس عيدة طبعا على F1 و F2 ال ايه؟ F1 و F2 مالهم؟ اجيبهم ازاي؟ ماشي هنوضح تاني ازاي نشرحهم، وممكن انا كنت اقول لكم فكرة في F1 و F2 ممكن تيجي برضو ومفيش مشاكل. تعالوا هنا حتى البورد سهل نشخبط عليه، تعالوا نفضي حتة هنا اهو اهو نشرح هنا F1 و F2 تاني. زي ما احنا قلنا في الحقيقة انت دلوقتي الكروس سيكشن بتاعك ده لو جيت قطعت فيه كده وبصيت فيه هتلاقي مثلا ان هو دبل انجل او سنجل انجل او ستار شيب. طيب لما احنا رسمنا الاسبوع اللي فاتت الدبل انجل قلنا هي عباره عن 3 خطوط بالشكل ده صح؟
وبعد كده قلنا واحنا بنرسمها يبقى في سنتر لاين كده ايه نوضحه واحنا شغالين. السنتر لاين ده على بعد قد ايه؟ على بعد حاجه اسمها اي. بنجيبها منين الاي دي؟ بنجيبها من التيبلز. تمام؟ ماشي. انت لما احنا عملنا الاسبوع اللي فات جينا هنا قلنا مثلا الجاست بليت اخره هنا وبعد كده ايه؟ لحمنا الطول كده افقي ولحمنا هنا وعملنا الزوايا بقى وحققنا ان الزاويه اكبر من الحاجات دي كلها. طيب انا دلوقتي ايه الفرق دلوقتي لو هو ويلدد كونكشن؟ الويلدد كونكشن الراجل هيجي كده بالالكترود بتاعته عايز يلحم اللحام دوت هيجي يلحم ايه طول كده؟ عايز يلحم الطول بتاع الرجل الانجل ده بحيث ان هي ما تتخلعش بره الجاست بليت. عايزين نجيب له الطول ده وعايزين نجيب له الطول التاني. ما هو هيلحم من فوق ومن تحت اللي هو ايه الطول التاني ده. هتلاقوني انا رسمته اطول عشان هنفهم ليه اطول دلوقتي. ده اللينس ده. فانا محتاج عشان اعمل ديزاين محتاج احسب لينس 1 ولينس ايه بتاع المنبر التاني. طيب مين هو اللينس 1 ولينس 2 دول المفروض هينقلوا ايه؟ هينقلوا الفورس اللي ماشيه في المنبر. فهو مثلا في السؤال كان قال لك ان ده 32 طن. طب انا عايز اعرف كام من اللحام هيروح على ده؟ يعني في الاخر اللحام ده هيشيل نسبه وده هيشيل نسبه. نسبه كل واحد منهم قد ايه؟ قلنا مثل المساله دي مساله استراكشر. يعني ايه؟ تعالى كده شايف الخط ده انا اهو واخده اهو كنترول اهو واخده بعيد اهو. ده الخط اللي ايه مهم بالنسبه لي. الخط ده اللينس بتاعه ايه؟ اللي هو من اعلى نقطه لاخر نقطه هي المسافه اللي اسمها ايه؟ المسافه اللي اسمها ايه بتاعتنا. طيب عندنا ايه؟ سبورت اللي هو بتاع اللحام اللي هيبقى هنا اللي هو L2 والسبورت اللي هو ايه؟ اللحام اللي هو L1 بتاعنا. طيب الفورس اكتنج فين؟ بتبقى اكتنج على مسافه. المسافه ديت اسمها ايه؟ يعني احنا عندنا مساله كده الفورس ديت اكتنج عند ايه؟ عند مسافه من بعد دوت البعد ده اسمه ايه؟ طيب هل انت دلوقتي لو مع الدكتور جاب لك مساله قال لك دي مساله عليها فورس السبان بتاعها اسمه ايه؟ الفورس دي ابلايد على مسافه اسمها ايه؟ هل تعرف تحسب الرياكشن دي ولا تعرفش تحسبها؟ لو احنا عايزين نحسب الرياكشنز دي هل فيها مشكله ولا فيها موضوع هيبقى صعب؟ لو سمينا ده مثلا F1 وده F2 ايه؟ الصوت بيقطع. تمام بالظبط هو ده اللي احنا كنا بنعمله من شويه. قلنا عايز تحسب F1 او F2 اقف عند اي نقطه. تعالى اقف عند النقطة ديت وخد سمشن المونت بتساوي زيرو. طب لما اخد سمشن المونت عند النقطة دي بتساوي زيرو يبقى هاجي اقول الاف في الاي مين بيرد عليها الناحية التانية؟ الاف اف 2 في المسافة اللي هي ايه؟ خلاص احسب اف 2 لوحدها يبقى اف 2 بتساوي مين؟ بتساوي الاف في اي اللي هي الاف في الاي اللي هي الاكسنتريستي الفورس على الاي اللي هي اللينس بتاع الليج بتاع الميم يبقى ده اف 2. طب عايز احسب اف 1 ممكن تقوم واخد سمشن المومنت عند النقطه اللي فوق وتعملها. طب افرض انا ما عنديش وقت اقعد كل شويه اخد سمشن المومنت. خلاص ما انت عارف ان اف 1 مفروض زائد اف 2 تحصل يطلعوا لك كام؟ يطلعوا لك التوتال اللي هو الاف. خلاص انا معايا الاف التوتال ومعايا اف 1 او معايا اف 2 اعرف اجيب مين الفورس اللي ناقصاني وهكذا. طيب زي ما قلنا بالارقام مفروض لو دي 32 طن حتى طلعت في السولفد اكزامبل طلع ان 29 او 23 طن هيروحوا على اللحام اللي تحت و9 طن هيروحوا على اللحام اللي فوق. فلما كل ما تكون الفورس بتزيد كل ما هتحتاج لينس اللحام ايه اطول. فعشان كده هتلاقي طول اللحام هنا ايه فعلا انا رسمه اطول لان هو فعلا هيطلع اطول من اللي فوق. طيب الكلام ده زي ما بنقول عايزين نوضحه على الرسم. انا هرسم الكلام ده ازاي او يعني ايه الفرق لما يبقى الدكتور يطلب ديزاين الكونكشن دي ويلدد ونعمل لها رسم عن ان هي تبقى بولتد كونكشن. احنا اخر حاجه كنا وصلنا لها في السكشن كنا رسمنا الرسمه دي معاكم تقريبا هي دي هي دي على ما اتذكر يعني مفيش رسمه ثانيه. تمام ووصلنا بالشكل ديت وقعدنا نرسم الجاست بليت. طب احنا هنعمل ايه؟ لا احنا هنمسح بقى ايه الجاست بليت والمسامير بتاعتنا وعشان نحط بقى ايه الجاست بليت بالشكل بقى بتاع اللحام وكل حاجه. يبقى انت هتمسح كل حاجه ونعتبر الرسمه ديت عايزين نبتدي نحط عليها الويلدد الاطوال اللحام وشكل الجاست بليت بتاعنا. طيب قلنا هنيجي نعمل ايه؟ انت في المساله اللي احنا شفناها اللي كنا بنحلها ديت هو قاعد يطلع طول. يعني انت دلوقتي ممبر اللي هو دبل انجل 80 في 8 ده كان فيه مثلا 32 طن. فانت عرفت مثلا عرفت ان انت الناحيه اللي تحت ديت ناحيه الليج انت محتاج مثلا تيجي تعمل على في الامتحان كده مثلا تبقى بس فاكر ان انت محتاج مثلا هنا كان طالع مثلا في الحسابات 23 سنتي من فوق مثلا بالحسابات طلع ان هيلحم 9 سنتي.
ديت مثلا لا دي كانت الفرصه اقل فاحتجت مثلا 15 سم. هتقعد بقى تطلع اللينسز لكل الممبرز دي من فوق هنا مثلا، لا اللينس كانت عشان دي الناحيه البعيده هتطلع مثلا 6 سم وهكذا. خلي بالك على طول اللينس الكبير من ناحيه الليج، يعني هنا مثلا يطلع 10 سم، اللحام من الناحيه الثانيه يطلع 4 او 5 سم او 6 سم حتى مش مشكله. هتقعد بقى تطلع الارقام بتاعتك. طيب ما تقعدش في الامتحان، في ناس في الامتحان تقعد تشخبط يجي يعمل خط تقيل كده، لا ولا تعمل خط تقيل ولا تعمل اي انديكيشن. انا هوريك الانديكيشن ازاي. انت لو انت بالمسطره تعالى قيس ال 23 سم بالسكيل بتاعنا وتعالى حط نقطه، يعني تيجي تقول لنا مثلا ده كده ايه اخر القصد بالليد ده يحقق لي ال 23 سم اللي احنا عايزينه. ده ال 9 سم، يبقى انا اجي مثلا هنا يبقى دي ال 9 سم اللي انا محتاجها هنا. الستار شيب الناحيه ديت هي البعيده، شوف الطول اللي طلع صغير، يبقى مثلا انا احتجت ايه الطول ده. لا الناحيه اللي جوه دي ناحيه الليج بتبقى اطول، يبقى مثلا ده هنا، وطبعا ده الميرور بتاعي يبقى ده هنا برضو، ده يبقى هنا الصغير. تقعد تعمل النقط بتاعت اخر اللحام اللي انت عايزه، ده اللينس اللي انت محتاجه، وهنا مثلا دي النقطه بتاعتك وهكذا. يبقى انت هتبقى الرسمه بتاعتك فيها مجموعه من النقط. طيب بعد كده عايزين نقفل الجاست بليد بتاعنا، طب تعالوا نعمله بلون مختلف عشان يبقى باين، لون اخضر مثلا اهو بلون تقيل شويه. يبقى انا كده الجاست بليد بتاعي اولا عشان الراجل يعرف يلحم، يعني لازم عشان يعرف يلحم اللور كورد ده لازم الاقي الجاست بليد نازل تحت حته كده، يعني انت المفروض حتى توضح للدكتور ان الجاست بليد نازل لتحت مش بقى واقف على البطن بتاع اللور كورد، لا بننزله مسافه لتحت بحيث ان الراجل يعرف يلحم بقى يلاقي طول مشترك يلحم فيه. فدي نقطه مهمه جدا لازم توضحها وانت بترسم. طيب بعد كده هنا هاجي اوصل النقطه دي بدي، فخلاص يبقى هنا هيبقى ماشي دوتد، وبعد كده هنا يطلع وصل النقطه دي بدي، وبعد كده نوصل النقطه دي بدي، وبعد كده نوصل النقطه دي بدي. طبعا هتلاقي الجاست بليد شكله غريب جدا، بص هيطلع ايه بالشكل ده لو قعدت توصل النقط دي ببعض. فطبعا الشكل ايه مش ظريف خالص انك تعمله كده. طبعا الشكل دوت فيه حاجات مش محققينها، موضوع ان الزاويه الخارجيه لازم تطلع اكبر من 180، في زوايا عندنا اقل، مثلا الزاويه دي عندنا الزاويه دي فيها مشكله، الحاجات دي كلها. طب خلاص خلي عندك نظره، يعني نظره من بعيد كده وانت بتقفل الجاست بليت. احنا اتقرص ايدينا جدا في البولت كونكشن، فانا في الويلدد خلاص انا بقى عندي خبره. الخبره بتاعتي ايه؟ ان انا مش عايز اخلي الزاويه تقفل لجوه على طول، وانا ماشي بحاول ايه اخليها زاويه كبيره، زاويه مفتوحه لبره اكتر. يبقى انا خلاص مش شرط اوصل دي بدي، انا ممكن اخلي الجاست بليت اطول من طول اللحام. يبقى انا مثلا احاول اظبط ايدي بحيث ان مثلا ان هي تيجي بشكل تاني، يعني ان هي تيجي مثلا مع ده، يعني اجي اوصل النقطه دي بده بالشكل ده. طيب النقطه ديت خلاص يبقى انا كده حققت، يبقى الطول اللي انا اصلا محتاج 9 سم، لا ده انا عملت له طول اطول مفيش مشكله، يعني يفضل يبقى الطول اطول او يساوي، ما ينفعش يطلع بس ايه اقل. طيب اجي هنا عايز افكر في الحته دي، طب هل ينفع مثلا اطلع ممكن نطلع ايه حته كمان هوريزونتال كده ونمشي افق كده مثلا، يعني احنا كده كده ده السقف بتاعنا هنا، ده السقف بتاع الخط بتاعنا. ممكن ايه نيجي هنا ايه دي نعملها دوتد لاين لان هو هيبقى مستخبي وراها، ونيجي بعد كده نكمل على نفس الليفل، يعني حتى نقول لا ما تقصوش خليه على نفس الليفل كده، وبعد كده تنزل ايه راسي مثلا. تقعد بقى بالترايلز مثلا تلاقي دي كانت خلاص، يبقى انا ممكن اجي امسح الخط الحته الصغيره دي خالص واكبر الجاست بليت بتاعي يبقى بالشكل ده. يبقى الفكره كلها ان الجاست بليت يبقى اكبر من الاطوال اللي انت عايزها، بس ما ينفعش يبقى اصغر، ينفع يبقى اكبر بس او يساوي. ويبقى وانت بترسم بتحاول تبقى ايه تحاول توسع ايدك شويه عشان الزاويه ما تحصلش عندك زاويه تطلع اقل من 90 درجه، او قصدي اقل من 180 درجه. فانت زي ما انت شفت كده مثلا وسعت ايديا هنا شويه بحيث ان انا ايه اطلع هنا بالبنديكولار ما انزلش، يعني في واحد يجي في الامتحان يقعد يفكر يوم نازل هنا ويطلع، طب ما انا انزل ليه واطلع، ما انا اقوم واخد ايه الاكستريم بتاعي بحيث ان انا ما اعملش الايه المشكلة اللي هتظهر عندك بعد شوية، تقعد تمسح وتمسح وتقعد تحاول، لا انت بتحاول تغطي الاطوال بحيث ما يمكن. طيب لو خدتوا بالكم هنا لو رجعنا لرسمة الكونكشنز بتاعت البولتد هتلاقي على طول الجاست بليد بيخش بربنديكولار، هنا بص داخل بربنديكولار، هنا داخل بربنديكولار، هنا حتى حاطين هتلاقوا عامل علامة ال 90 درجة. في الويلدد كونكشن مش مهم يخش بربنديكولار، زي ما انتم شايفين كده داخل هنا بزاوية، دخل على الستار شيب بزاوية تانية، دخل هنا بزاويه ثالثه، فما فيش اي مشكله انك تخلي الجاست بليد بتاعك داخل، مش شرط يخش ستريت، يعني انت ممكن تلاقي فيه الممبر بتاعت الستار شيب ده ممكن تبقى داخل فيه بالشكل ده عادي.
مش لا طبعا لو بولتد كونكشن لا لازم تخش ايه خط ايه بيربنديكولار على الليج بتاعتك. يبقى الويلدد كونكشن الميزه بتاعتك فهي سايبينك براحتك حريه الاختيار، انت عايز تخليها زاويه بيربنديكولار براحتك، عايز تخليها بزاويه زي ما احنا داخلين كده بانجل مختلفه، مفيش ايه اي مشكله. طيب بعد انا خلصت الرسمه وحققت الاطوال، امسح بقى اللي انت كنت عامله ده خالص عشان نوريك الشكل بتاعه بيطلع ازاي. امسح ده كده خالص، خلاص انت عرفت الاطوال بتاعتك وحققتها في الجاست بليت، امسح كل الكلام ده وتعالى نوريك ازاي نعمل انوتيشنز للكلام ده على الرسمه بتاعتك. خلاص كده ده الجاست بليت بتاعنا بالشكل ده. طبعا الجاست بليت بتاعنا لازم يكون دوتد في الجزئيه دي، يعني في حاجات طبعا هو مش مظبوط فيها، هنا المفروض نبينه دوتد، يعني هنا الحته دي دوتد، هنا بقى يبان ستريت، هنا يبان ستريت. طبعا زي ما احنا اتفقنا بقى وشرحنا الستار شيب دي وقعدنا فيها وقت كتير، قلنا بيبان دوتد في الستار اللي ظاهره قدامك ويبان سوليد في الحته الثانيه دي. يبقى هنا بان سوليد، حتى ممكن ادوس على الخط ده وادوس على الخط ده لان ده خلاص في الحته الستار شيب بتاعتك باين. طيب عايز اوضح للدكتور بقى اعمل انديكيشن، لو واحد بص على الرسمه دي هيقول ده الباشمهندس نسي يرسم مسامير ولا الراجل هيعمل ايه بالكلام اللي انت راسم لي جاست بليت من غير اي حاجه توضح اطوال اللحام. نيجي نعمل ايه؟ نيجي نشاور على الليج دي كده بره، نيجي نعمل علامه كده ونيجي نعمل دي دبل انجل، الدبل انجل بنلحم ناحيتين، فنيجي اعمل له مثلث من فوق ومثلث كده من تحت. يبقى احنا فهمت كده ان هو يلحم مرتين من تحت، عشان كده حتى احنا واخدين في الديزاين واخدين الان دي بكام؟ ب 2. ويجي اقول له ايه؟ اجي اكتب له هنا فوق اللينس ان انا محتاج، انا مثلا كنت محتاج 190 مللي، اجي اقول له 190، والسايز تحت ممكن اقول له ان هو مثلا 5 مللي، حتى من غير ما تكتب اليونس زي ما احنا اتفقنا ان اليونس بتاعتنا الديفولت مللي، فانت حتى لو ما كتبتش اليونس بالشكل ده هي اتفهمت خلاص. طب نفس الكلام هنا، هتيجي تشاور على الليج دي، لا ديت كانت الفورس اكبر فديت كانت محتاجه 230 مللي والسايز تحت مثلا 5 مللي. طب الليج من فوق، احنا بقى لما ببص انا على الدايمنشنز بتاعتك اعرف انك حليت صح ولا غلط. لو لقيت انك كاتب مثلا فوق هنا 280، لا ده كده الباشمهندس ده مش فاهم، ده بيكتب اي ارقام وخلاص. ليه؟ لان الليج اللي فوق المفروض طول اللحام يطلع بتاع اقل من 230، يبقى انت لا تخلي بالك هنا، تيجي تمسح الرقم ده وتخليه بالطول، ترجع للحسابات بتاعتك هتلاقي مثلا طلع معاك 90 والسايز بتاعتك هنا 5. نفس الكلام ده، دي مثلا سنجل انجل زي ما انتم شايفين. طب السنجل انجل لما اجي اشاور على الطول الصغير ده اجي كده اقول ايه؟ لا دي هي مثلث واحد والطول ده مثلا كنت انا محتاجه 60 مللي. الناحيه ديت كانت برضو مثلث واحد لان هي سنجل انجل والطول مثلا هنا كان 100 مللي. وهكذا الستار شيب هتيجي تشاور على الليج ديت وتيجي تشاور على هكذا، تقعد تشاور على الليج ليج، تقعد تعمل لنا الانديكيشن دي. محدش في الامتحان بقى جاي في الكويز عامل لي كده العلامه دي، مهشر لي دي كده بالاحمر وعامل لي الطول ده بالاحمر كده. طبعا الرسمه دي رسمه غلط جدا، محدش يعملها علشان ما تنقص في درجه الدايمنشنز بتاعتك. تمام؟ يبقى دوت السمري بتاعت اللحام. يعني لو جينا رحنا رجعنا بقى للمساله بتاعتنا اللي كانت في البي دي اف وبصينا على الرسمه اللي هو رسمها في البي دي اف، تعال كده نبص نشوف شكلها ايه. اهي هتلاقي هنا ايه؟ حقق اللحام، بس هنا بقى ما التزمش بموضوع، يعني هنا كان ممكن انا لو عايز اشكل بليد ده كنتش هعمله صراحه زيه كده، كنت هاجي اعمل ايه؟ خلاص انا مش محتاج اطلع بيربنديكولار هنا، احنا هنا مش في بولتد كونكشن، يبقى انا كنت ممكن اعمل ايه؟ لا ممكن اطلع بخط مايل على طول كده، يعني احقق اوصل النقطه دي بدي عادي كده، ما انا ما عنديش حاجه تلزمني ان انا اطلع بيربنديكولار، وامشي هنا افقي كده اهو. هو مال القلم راح فين؟ ماشي اهو، حتى هنا مش محتاجة اعمل الكسرة دي وانزل مثلا ايه بالشكل ده، انزل بالشكل ده ايه شكل عدل خالص ما فيهوش ايه، ما اقعدش اكسر ممبرز كتير. يبقى ده الشكل بتاعي اهو، في خطين الى حد ما برر لبعض وفي خطين في زاوية بربنديكولار، فده كده شكل جيومتريك ومش وحش، هيبقى سهل تنفيذيا ومش هيبقى فيه موضوع هدر كتير في البليتس. تمام؟ طيب خلي بالكوا زي ما انتم شايفين الخطين اللي تحت ده، ده الحتة الجاست بليت بارزة منه. طيب لو انا برسم ابر كورد، تيجي تقول لي يا باشمهندس طب انا لو بقى ارسم ابر كورد، كنا رسمين احنا الاسبوع اللي فات كده ايه، تعالوا نرسمها حتى هنا اهو، ادي الخط بتاع الابر كورد وده الخط بتاع الابر كورد اللي هو الليج وده الخط الثالث بتاع الابر كورد. تمام؟ طيب انا المشكله عندي في الابر كورد ان انا ببقى راسم بيرلين فوق، حاطين بيرلين والسيت انجل والحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده دي
والبتاع ديت. طب انا لو انا عملت الجاست بليد، طب انا مش هعرف اخرج يعني. تعالى كده نحط نعمل جاست بليد بارز لبره زي ما عملنا هنا كده، هتلاقيك عملت يا ابني اهو كده، هتلاقيك خبطت في ده. طيب بنعمل ايه بقى في الابر كورد؟ لا الابر كورد بنعمل العكس، بنخلي الجاست بليد ساقط لجوه. يعني ايه ساقط لجوه؟ يعني ده مثلا الجاست بليد انت قاعد تشكل بتاع كده، وهتطلع هنا مثلا في المنبر ده، تمشي دوتت كده وتقوم ما تطلعش، لا تقوم مسقطه لجوه كده، تلاقيه لحد ما مش ظاهر، مش خارج لبره خالص. وايه مثلا ده طلع؟ معنى ايه؟ لو انا قطعت كده وبصيت شفت الجاست بليد بتاعي، هاجي الاقي ايه؟ هلاقي الانجل ديت كده والانجل التانية في ظهرها، دي الدبل انجل. الجاست بليد بقى مش هخليه بقى يوصل لحد الاعلى نقطة، لا انا هاجي كده كده هو اقول له لا اقف بدري شوية، علشان الراجل يعرف يلحم ايه، يدخل يلحم هنا كده ويعرف يلحم الجزئية ديت. فالابر كورد هتلاقي الجاست بليد بتاعه اللور كورد، لا ما عنديش مشكلة ان انا انزله تحت البتاع ديت، لان انا ما عنديش هنا مثلا ما فيش حد هيمشي يخبط فيه، ده احنا على كلير هايت عالي في المصنع، فما فيش اي مشكله ان نبرز السنتي ده. طب افرض الراجل المعماري عنده اعتراض، يبقى هنعمله زي ايه بالظبط؟ زي ده، هنخليه برضو ايه مشفوط لجوه، ساحبينه لفوق ايه لاكتر اللي جوه، بحيث لما اقطع برضو كده الاقي الرسمه دي على عدلتها، بس ايه بقى الانجل برضو الجاست بليت مش ساقط لجوه، الاقيه كده واقف بدري قبل ما ينزل، بحيث الراجل يعرف يدخل ايده ويلحم الجزئيه اللي هي ايه من جوه بالشكل ده. تمام، فدي نقطة مهمة جدا من الحاجات الفارقة عن الويلد كونكشن عن البولت كونكشن في الرسم. يبقى أول حاجة في الرسم نخلي بالنا إن الزوايا هنا بقى مش شرط بقى إنك تطلع بربنديكولار، هنا ممكن تخش بفالي زاوية هنا بزاوية، فده من الشروط اللي إيه ممكن ما نحققهاش في الويلد كونكشن. تاني حاجة إن الجاست بليد في الأبر كورد واللور كورد لازم يكون بارز من ناحية معينة، يا إما بارز يا إما مسقطه جوه شوية، بحيث إن الراجل يعرف يلحم الناحيه بتاعت الجاست بليت اللي هي الستريت. طبعا مفيش خوف من الستار شيب او اي حاجه تانية جوه هنا، لان انت عندك مساحه كبيره ان الراجل يعرف يلحم فيها اللحام بتاعتك الطول اللي هو عايزه. تمام، فدي من النقط المهمه اللي ايه تخلي بالكم منها وانتوا بترسموا الرسم. ماشي يا باشمهندسين، يبقى الويلد كونكشن موضوعها سهل، مفيش تايبس ولا اي ولا بي ولا سي زي ما اتكلمنا، هي كلها في الاخر فورمولا. الفورمولا ديت لازم تكون عارف تعوض فيها، وازاي تحسب الاف 1 والاف 2 وتعمل السايز والكلام ده. طيب عشان اخر حاجه نقولها هنا في السكشن وبعد كده سيبكم انتوا بقى لو عندكم اسئله. الدكتور جاب لهم مساله بالشكل ده، تعالوا كده نفضي حته هنا بقى كده اهو، جاب مساله كده، جاب لهم ممبر. احنا عشان عاملين زوم كتير ما يعني. طب نفصل احسن. بلانك بيج اهي، جاب مساله بالشكل ده عادية ما فيش أي حاجة، هي المشكلة كلها كانت في اللحام، ما كانتش أكتر من كده، كانت لوحة إعلانات أو كانتليفر، وفي هنا تاي ممبر بالشكل ده. التاي ممبر دوت كان يو بي إن دبل يو بي إن 120 200، مش فارقة معايا الكروس سكشن أوي. والدكتور قال لك جيفن ذات إن الفورس في الممبر دوت مثلا 20 طن، ديزاين الويلدد كونكشن. يعني بمعنى صح، لو انت عايز ترسم الرسمه ديت انت عارف ان اليو بي ان بتبان كام خط؟ بتبان اربع خطوط. يعني انت اليو بي ان لو جينا رسمناها كده، اليو بي ان كده صح يا باشمهندسين؟ هي دي اليو بي ان. طيب لما اجي ابص عليها انا بقى الانجل بتبان ثلاثه، اليو بي ان بتبان كام؟ بتبان ادي خط بتاع ابر فلانج، الخطين بتوع الابر فلانج والخطين بتوع اللور فلانج، وهيبقى ليه نهايه للممبر ده من الناحيه ديت. وبعد كده الراجل هيجي يعمل ازاي الجاست بليت بتاعته، الجاست بليت هيبقى في ظهر اليو بي ان. دي تقريبا حتى شبه المساله بتاعت اساينمنت 2 لو فاكرينها، يعني اللي هي كانت اول سؤال خالص اساينمنت والتنشن جاست بليت بالشكل ده. والفورس الجيفن في المساله هنا كانت 20 ايه طن. حد يعرف يقول لي اللحام اللي هنا ده هيشيل قد ايه من ال 20 طن، واللحام ده هيشيل 20 طن قد ايه؟ هل بقى الناس اللي كانت حافظه فورمولا في الامتحان دخلت قاعده تقول ايه؟ قالت ان الاف 1 بتساوي الاف توتال في اي على اي، وراح دخل الجدول شاف الاي ديت، لقى ان الاي مثلا ما لقى ان السي جي بتاع الاي ديت اختار اي غريبه، لا ما لقاش اي اكس لا اي واي، وعوض باي واي على الاي، والاي ديت اعتبرها هي الديبس بتاعت الانجل. هل الكلام ده صح؟ ولا ممكن كان من غير ما يخش يحسب فورمولا يستنتجها بعينيه؟ تفتكر كل اللحام هيشيل قد ايه من ال 20 طن ده؟ ها
حد واخد باله؟ انت الفورس ديت المفروض ماشيه فين؟ في سي جي اليو بي ان، سي جي اليو بي ان انا هغششكم شويه الفكره اهي. سي جي اليو بي ان فين؟ المفروض في النص. يعني انت اهو السي جي اهو ماشي فين؟ في النص. فانت لما تيجي تسقطه هنا على الجنب هتلاقي السي جي ده. طب لما تكون الفورس ماشيه في النص يبقى كل الحمل من دول هيحس بكام؟ من ال 20 طن. بالظبط، يبقى 10 و10. الناس بقى قعدت في الكويز ولا قعدت في الامتحان، كان ميد ترم مش فاكر، قعدت بقى تدور على الاي وتدور على الايه. ما هي هم متعودين على طول ان هي انجل، فالانجل السي جي بتاعها مترحل شويه، فقعدت تدور على الاي. طب ما هو اليو بي ان ما فيهاش اي، ما انت هتخش في التيبلز مش هتلاقي اصلا اي ليها. ليه؟ لان السي جي بتاعها هو اللي هو اللي في النص. فانت كدكتور عايزك بمعنى صح تيجي تقول ان ال 20 طن ديت كل الحام هيشيل 10 طن وخلاص، خش في الفورمولا اللي هي اللينس بقى اللي انتوا شفتوها ديت، هتعوض بالفورس ديت ب 10، وتحت هنا الان، الان ديت هتبقى بكام؟ بواحد. ليه؟ لان هي يو بي ان واحده. طب هو قال لك بقى دبل يو بي ان، فخلي بالك ان هيبقى في جاسد بليد كده اهو في ظهرهم، وفي يو بي ان ثانيه في الناحيه الثانيه. يبقى الراجل لما هيجي يلحم هيلحم كام مره؟ هيلحم فوق مرتين، هيجي يلحم التقاطع ده والتقاطع ده والتقاطع ده والتقاطع ده. فكل 10 طن هيشيلها كام سايز من اللحام؟ هيشيل اثنين. فالان اللي هتبقى في الفورمولا تحت هتعوض عنها ب 2، والفورس فوق هتعوض عنها ب 10. تقدر بعد كده تحسب ايه؟ الطول اللي انت محتاجه. فهي دي كانت الفكره بس في المساله، انك تخلي بالك مش شرط على طول ان الفورس فيها اكسنتريستي، لا، انت شوف الشكل اللي انت مطلوب تعمل له اللحام بتاعه، ممكن يكون الشكل سيمتريك، فخلاص ده هيساعدك ان الفورس هتروح بالتساوي فوق وتحت على اللحام. تمام؟